السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى كفتة حاتي واحلى كفتة بصوص البصل المكرمل، وكل ده من نص كيلو لحمة. ويلا بينا سريعا نبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا نص كيلو من اللحمه وبصلتين كبار كنت مقشرهم ومقطعهم، قطعت شويه حطيتهم في الكبه فرمتهم، وشويه تانيين صغيرين حطيتهم في طبق، قطعتهم جولين وحطيتهم في طبق صغير. هنبدا بقى نجيب البصل اللي احنا فرمناه في الكبه علشان نصفيه من الميه لوصفه كفته الحتي. تمام، البصل اللي انا استخدمته هنا في الوصفة دي البصل الابيض. جبت بقى مصفى صغيرة علشان ابدأ ان انا اصفي البصل. البصل الابيض فيه مية كتير، واحنا مش عايزين في الكفتة طبعا ان احنا نستخدم البصل بميته، طبعا بنستخدم تفل البصل بس في الوصفة بتاعت كفتة الحاتي. تمام، اللي انا هعمله كله في الاول هيبقى للوصفتين. تمام، يعني البصل انا هبصفيه للوصفتين وكل حاجة. في ناس بتصفيه بقى بمصفى، في ناس بتصفيه بشراب، في ناس بتصفيه بايدها، يعني المتاح عندك واللي انت بتعرفي تعمليه اعمليه. هو افضل حاجة ليه طبعا ان احنا نصفيه في المصفى زي دي كده عشان تنزل كل البصل وتتأكدي ان مفيش اي مية خالص في اللحمة بتاعتك. نستخدم بقى اللحمة هنا بتاعتنا لازم تكون باردة، دي من الملاحظات اللي انا بقولها على طول. اللحمة المفرومة لازم تكون باردة طالعة من التلاجة، مش سايبينها نفكها برا مثلا في الحوض او حاجة علشان او على الرخامة يعني، وبتنزل سوائل وكده، وده مش بيبقى حلو خالص، بيخلي الكفتة تفك معاكي، ودي من اسباب ان يخليها ان هي تفك بعد كده. تمام، كده انا صفيت بقى البصل بتاعي دي المية وحطيته هناك على اللحمة المفرومة. هنا البصل، المية البصل هنحط عليها شوية صغيرين من الفلفل الاسود وشوية صغيرين من الملح وشوية صويا صوص حلوة، او ممكن تحطي عسل اسود، او ممكن نستبدل كل ده خالص عشان انا كنت بعملها على طول بمعلقة صغيرة من الصلصة وبحط رشة من السكر، وبنديهم تقليبة وبنحطهم في التلاجة. ومية البصل مهمة جدا في الوصفة دي، هحتاجها برضو في الوصفتين، هحتاجها على كفتة، هحتاجها على كفتة الحاتي، وهحتاجها على كفتة في كفتة الصوص، صوص البصل المكرمل. تمام، وهنديها تقليبة حلوة وندخلها التلاجة ونطلعها للاستخدام. معي بقى اللحمة بتاعتي، وفي الطبق الصغير ده البصل الجوليان المتقطع اللي هنستخدمه دلوقتي، هنحط عليه رشة من السكر. وبعد كده هنجيب الطبق بتاعي اللي بتاع بقى اللحمه المفرومه، هنبدا نحط عليه الاضافات بقى بتاعتنا. وهنحط اول حاجه خلطه الكفته من ماجي، هنحط الكيس كله، وهحط شويه اضافات من عندي صغيره، معلقه صغيره من بهارات المشويات وربع معلقه من القرفه وشويه من الملح لان الكيس هنا مش بيبقى مملح قوي، وشوية من الخضرة الكزبرة والبقدونس والشبت المتقطعين دول اللي كنت مفرزهم، ومعلقة صغيرة من دبس الرمان، ودي حاجة اختيارية. هبدأ بقى ان انا عجنها كويس جدا بايدي، ودي حاجة مهمة جدا في الكفتة هقول لكم تاني، لازم اللحمة تكون باردة من التلاجة، ما نزلتش السوائل اللي فيها. تمام، هنديلها تقليبة حلوة جدا لحد ما تتجانس مع بعضها، ولو عندك فود بروسيسور بتعمليها فيها برضو، كبة ممكن تعجنيها فيها او المفرمة برضو ممكن تفرميها فيها، دي من اسباب نجاح الكفتة برضو. تمام، قبل بقى ما احطها في التلاجة، ان انا سبتها مثلا ربع ساعة الاول في التلاجة، وبعد كده هاخدها ان انا اعمل بيها بقى الوصفة الاولانية بتاعتي بتاعت كفتة بصوص البصل المكرمل. هنا هبدأ ان انا اعملها كور، وهستخدم يعني ربع الكمية او تلت الكمية، هبدأ ان انا اعملها كور، والكور هنا ما تكونش كبيرة وما تكونش صغيرة قوي، الكور هتكون متوسطة. والطبق ده فيه شوية من الدقيق، هبدأ ان انا اعمل الكفتة بتاعتي بالدقيق. الكفته طبعا هنا هتحسيها بتلزق شويه زي ما انا بقولك كده، هو ده من كتر العجن طبعا،
وزي ما قلتلك برضو ده من اسباب نجاح الكفتة. هبدأ ان انا اكورهم كلهم. الكمية بقى اللي انت هتحتاجيها، وانا استخدمت زي ما قلتلكوا كده تلت الكمية. هدخل باقي طبق التلاجة بقى علشان تشمع، عشان هستخدمها في كفتة الحاتي لازم تكون متبلة شوية. هبدأ ان انا اعفرها بقى بشوية من الدقيق، هنزلها في طبقة الدقيق، ولازم الحركة اللي انا بعملها بايدي دي عشان انزل اي زوايد من الدقيق. والدقيق هنا مهم برضو في الوصفة دي، علشان هيعمل بعد كده الصوص لما نزله بعد كده، هيعمل الصوص بقى اللي انا هوريه لكم في اخر الطبق. واحنا بنعمل الحركه دي نخلي ايدنا خفيفه طبعا، علشان انا مش عايزه ادخل الدقيق جوه، هو يدوبك بس بيبقى في الكفر الخارجي ده. كده شكلهم بعد كده هنجيب طاسه ونحطها على النار، ونحط فيها معلقه من السمنه او معلقه كبيره من الزبده، وانا استخدمت في الوصفه دي زبده بلدي. هتكون بقى هنا لازم انزل الكفته بتاعتي في طاسه سخنه جدا زي ما انتم شايفين كده. هي هتاخد 3/4 تسوية، تكون خدت لون من كل الجهات، لان انا كده كده هنزلها تاني عشان تستوي بالشكل ده. كده هبدأ ان انا اديلها تقليبة. هو ده، انا ما بستخدمش اي حاجة طبعا علشان ما تفكش، وهي الحمد لله ما فكتش زي ما انتوا شايفين. وابدأ بقى ان انا اشيلها من الطبق، واحط البصل بتاعي الجولين اللي عليه رشة سكر، هنزله في الطاسة، في نفس الطاسة اللي انا عملت فيها الكفتة، واكون مهدية النار خالص، مش هنغمقه اكتر من كده علشان ما يمررش. ودي معلقه دول فصين من الثوم مفرومين حطيتهم. بصوا انا بوريكم ان النار هنا متوطيه، بحطهم هنا، الريحه كانت تحفه. الفصين من الثوم دول هيعملوا معاكي ريحه للكفته حلوه قوي. هنزل بقى الكفته بتاعتي، وبعد كده هزود شويه من الميه لحد ما تغلي. هركنها الاول لحد ما تغلي، وبعد كده هبقى استخدم مية البصل اللي احنا كنا ركنينها مع بعض في التلاجة. هنا بقى باقي الكفتة بتاعتي كده هي اتشمعت، انا سبتها طبعا شوية في التلاجة لحد ما اتشمعت وخدت شوية من التتبيلة. الصينية بتاعتي هنا هدهنها من تحت برضو بالزبدة، وابدأ ان انا اصبع الكفتة بتاعتي. انا ما عنديش طبعا الساخ بتاعت الكفتة دلوقتي، بس هتصرف جلع ده، بقول لكم الجيش قال بيقول لنا اتصرف، جبت الشاريمودي بتاعت ماكدونالدز. هبدأ ان انا اصب عليها على طول. لو عندك معلقة خشب مدورة من تحت برضو ممكن تعملي عليها، او في الاخر ممكن تعملي على السياخ عادي الحديد، او الخلك اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي ممكن تحطي اتنين جنب بعض وتبدأي تشتغلي عليها. جبت طبعا مية البصل بتاعتي، وهبدأ ان انا اعمل الكفتة بقى بتاعتي من برا، لان الكفتة هنا بتلزق جامد. هنبدأ ان انا طبعا ان احنا نحط عليها بقى من بره قبل ما احطها في الصينية مية البصل بتاعتي اللي انا تبلتها وحطيتها في التلاجة. خطوة مهمة جدا انك تحطيها عليها من فوق ومن تحت. الصويا صوص هنا اللي هي الصويا صوص الحلوة دي عاملة شغل عليه جدا جدا. وانا قلت لكم برضو ممكن ان احنا نستغنى عن الصويا صوص ونحط صلصة، معلقه من الصلصه. ودي كانت بسم الله ما شاء الله، يعني كانت الكميه كلها اللي انا عملت بيها الكفته. هبدا ان انا ادخلها على فرن سخن في الرف الوسطاني لحد ما تتحمر من تحت وتتشمع من فوق، عشان هتكمل باقي سواها على النار مع البوتاجاز. حطيت بقى ميه البصل في الطاسه بتاعتي، وبعد كده طلعت بقى هو احطها ان هي تكمل سوا، وطلعت الصينيه بتاعتي من تحت كانت اتحمرت فعلا من تحت، وهو اتشمعت من فوق كده علشان اقدر ان انا اتحكم فيها على البوتاجاز على طول. هنا هبدأ ان انا اديها طبعا تقليبة زي ما انتم شايفين كده لتحت تحمر، هخلي من فوق بقى كمان يتحمر. وعلى البوتاجاز ما بتاخدش اي وقت خالص، لازم تكون ايدك فيها. حطيت شوية صغيرين من الزيت وباقي مية البصل، واتفرجوا بقى على الجمال اللي هيطلع دلوقتي. بصوا اللون، اكني يعني مثلا عاملاها زي الطرب كده. لأ بجد السويسوس فعلا، الخلطة دي او المر اللي انا عملت فيها دي كان فعلا 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 من احلى المرات اللي انا عملت فيها كفتة البصل، كفتة الحيتي.
هنا جبت فحمية وغطيت طبعا الصينية بعد ما اتعملت، وده شكلها بعد ما خلصت كان تحفة. واديت لها رشة من البقدونس كده في الاخر، وزينت الطبق بشوية من الشيبسي. ممكن تحط طبق تحت الطبق كله طبعا بقدونس وخلاص. وده شكل الكفتة بتاعتي بعد ما خلصت، دي كفتة بصوص البصل المكرمل، بجد تحفة 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 تحفة. هنا بس الصوص كان قليل شوية عشان انا كنت مش عاملة كمية كبيرة، وزينت الطبق برضو شوية من البقدونس. والاطباق دي ممكن نقدمها جنب رز ابيض بسمتي او رز بشعرية او مكرونة زي ما تحبوا. وكانت دي نهاية الوصفة بتاعتنا للنهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدوا من الافكار اللي انا قدمتها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات الجديدة بتاعتي لما اعملها بإذن الله. واشوفكم في وصفات كتير جاية، والسلام عليكم.